رمضان كريم مشاهدي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ناس وحكومة في هذه الأمسية الرمضانية. أنا الآن في محافظة بابل، تحديدا في مدينة الحلة، والحلقة حقيقة في نفس المكان اللي صورناها في الحلقة السابقة. المكان هو المنتجع السياحي في بابل، والمختلف هذه المرة في المنتجع أنه وجدت صراحة أكو حركة ليلية للشباب، للشباب طبعا مو للعوائل على مود اكون منصف. الى الان ما شفت اي ملمح للعائله، عندنا عنصر نسوي حاضر معانا، دعيناها وحضرت الى المنتجع. انا اتمنى ان اشاهد في الحلقات المقبله في رمضان القادم العوائل تجي تحيي هذا المكان وتبث الروح في هذا المكان، على اعتبار انه منتجع ينبغي ان يكون سياحي ولا ينبغي ان نعطيه صفه رسميه اكثر ما متوفره للمنتجع، يعني في دار ضيافه للمسؤولين او دار ضيافه للوافدين إلى العراق من خارج العراق. يعني بالنهاية هذه الآثار تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى بث الحياة فيها، وأيضا هذا جانب مهم من جوانب دعم الموارد المالية للمحافظة أن نحيي السياحة فيها وأن نحيي المنتجعات، نتعاقد مع شركات رصينة، نفتح الباب لأصحاب الشركات الخاصة تستثمر هذه الأماكن الترفيهية بألعاب حقيقية، على الأقل بأماكن ترفيهية حقيقية، وتضيف جمالية للمدينة وتحيي المدينة وتعيد ملامح المدينة للحلة. أنا لازلت يعني أركز على مشاهداتي في كل حلقة، مشاهداتي الشخصية حين دخلت إلى المحافظة إلى مدينة الحلة تحديدا ما مختلفة كثيرا عن مشاهداتي في العام الماضي في رمضان الماضي. مع الأسف الشديد لا زالت بعض الشوارع ما بها رصيف، غير مؤثثة، وأيضا ما أجد النور فيها. النفايات يؤسفني جدا أن أشاهدها في أغلب أزقة المدينة الحلة تحديدا. أما المفاجئ طبعا والغريب أنه أطراف الحلة المحيط بالحلة، ضواحي وأقضية في بابل، لا والله وجد الشوارع مبلطة والتبليط يصل إلى قرى ويصل إلى بيوت ويتفرع من البيوت ويتوجه إلى مراكز صحية ويتفرع من المركز الصحي يتوجه إلى مدرسة. أكو اهتمام نوعا ما بالأقضية والنواحي، هذا سنبحث فيه، سنتحدث فيه بالتفصيل. ما أعرف قبل الحلقة قبل التسجيل يعني تم تسريب بعض المعلومات أنه السبب يعود إلى أنه أغلب المسؤولين المحليين في بابل أو المسؤولين في الحكومة المركزية أو النواب في بغداد في البرلمان العراقي هم يسكنون تلك القرى، تلك الرياف، تلك القصبات، فيكون الاهتمام بها نوعا ما أفضل من الاهتمام بمركز المحافظة. أما نتحدث عن الجانب الأمني، لا زالت إلى الساعة اللي نسجل بها حقيقة هذه الحلقة هناك استقرار أمني ملحوظ، ومناطق المحيطة ببابل يعني تحديدا جرف الصخر نقل إلي من بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين أن العوائل إلى الآن لم تعود إلى تلك المدينة، إلى تلك القرى. والسبب طبعا بحسب التصريحات الرسمية أو صادرة من هيئة الحج الشعبي أن المدينة لا زالت غير مطهرة وغير مهيئة لاستقبال السكان بسبب كثافة العبوات الناسفة فيها، وأيضا هي مدينة خطرة بالنهاية على حياة المواطنين العائدين إلها. البعض الآخر يتحدث أنه هناك نوع من الجدل السياسي والضمانات، وبعض العوائل تدخل ضحية لهذه المساومات. هذا أيضا راح يكون واحد من ملفاتنا الأساسية. والملف الآخر هو الملف المدني وملف الحريات، أنا أعتقد أيضا هذا من المهم، ملف حرية التظاهر، حرية الرأي، حرية التجمع، حرية التعبير، وأيضا أثر الناشطين المدنيين والقوى المدنية في هذه المحافظة في مدينة الحلة في تحريك مسار العملية السياسية المحلية في المحافظة، على اعتبار أنها عملية مشاكسة غالبا ما تشهد نزاعات مناكفات. وواحدة من أبرز المطالب اللي يحملوها النشطاء المدنيين في تظاهراتهم المستمرة كلافتة كشعار مستمر هو المطالبة بإقالة المحافظ، لكن المحافظ إلى هذه اللحظة لم يقدم استقالته أو لم يقال. ورحب بضيوفي في الحلقة الأستاذ وسام أصلان نائب محافظ بابل، أهلا ومرحبا بك، رمضان كريم عليك أستاذ وسام. حياك الله أستاذ حامد، وحيا الله كل مشاهديكم، رمضان كريم عليكم وكل عام وأنتم بخير، وأيضا من خلالكم نكرر ترحابنا بالسادة الضيوف
الدكتور سلام حربة والأخوة الحاضرين بالحلقة، حياكم الله. أشكرك وأرحب أيضا بالدكتور سلام حربة رئيس التحالف المدني الديمقراطي في بابل، أهلا ومرحبا بك دكتور. شكرا جزيلا عليك. شكرا سعد حامد، شكرا لقناة المدى. أهلا بك. اللي حقيقة يعني جشمتوا عناء السفر والتعب حتى يعني سلطون الضوء على هذه المدينة، ربما المدينة الحزينة البائسة. نعم. محافظة بابل يعني بأقضيتها ونواحيها وفي مركزها خاصة، ونحن نجلس الآن على مقربة من روح يعني روح بابل، من روح بابل ومن روح حمورابي ونبوخذ نصر، هؤلاء الملوك الذين تراث بابل نظلم، مو ما جاي نشوف بابل، جاي نشوف ما هي مدينة، المدينة ما نشوف، مدينة منسية يعني. خلي أرحب يعني خلي أرحب بضيوفنا أيضا يعني الحاضرين، نشطاء وقوة اجتماعية مدنية وزملاء صحفيين، أهلا ومرحبا بكم، رمضان كريم. أنا أأمل أن يكون الحوار حقيقة متكافئ. عادة البرنامج لا يدير حوار تقليدي، ننتظر الضيف أن يسكت مثلا من مداخلته ونتداخل ونعبر أو نعقب على مداخلته، لا، بإمكاننا أن نتحاور، وبالنهاية واجبي ووظيفتي أن أستمع لهذه المدينة، وأعتقد أنتم عقول وأيضا مبدعين مبتكرين، ولكم حرية مطلقة في الإدلاء بكل ما تجدوه مناسب بأن يكون جزء من محور حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا بكم مجددا. أنا راح أبدأ مع السيد وسام أصلان نائب محافظ بابل. سيد وسام، أعتقد استمعت في بداية الحديث، هذه مشاهداتي ما بالغت بها، يعني وسط المدينة مهمل، لكن أطراف المدينة أكو بي نوع من المدارات، ما أعرف، نخاف من شيوخ العشائر، نخاف من المسؤولين اللي قاعدين بها الساكنين، أحكي لي بصراحة بهذا الجانب. نعم. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اللي تفضلت بيه جنابك هو موضوع مشخص. إيه. وإحنا أكثر من تشخيصه رحنا إلى أبعد من ذلك، هو إيجاد حلول وآليات للخروج من معاناة سكان مركز محافظة بابل الحلة. التراجع بخدمات مركز المحافظة شيء ملحوظ يعني، وشيء ما ممكن غض الطرف عنه، إلا أنه إلى أسبابه ومبرراته اللي خلت مركز محافظة بابل يصل إلى ما وصل إليه الآن. أنا في لقاءات سابقة، مرة مع نشطاء وأصدقاء، ومرة مع مسؤولين، ومرة حتى مع قنوات فضائية، تكلمت معهم بالشكل التالي، بأنه سوء التخطيط حقيقة أفقد المحافظة الكثير. نعم. وهذا الموضوع كانت إلى تداعياته وتراكماته على مر السنوات المنصرمة. كانت الأموال توزع بطريقة تفتقر إلى المرة العلمية ومرة إلى الجانب التخطيطي. زين. يعني كان الأجدر بالخطط السابقة أنه تراعي مراكز المدن على اعتبار هي صاحبة الكثافة السكانية الأعلى، وأيضا صاحبة الريادة في موضوع كونها مراكز اقتصادية، مراكز ثقافية، مركز يعتبر مركز المدينة لكل النشاطات الاجتماعية، ومن خلال هذا المركز تمتد هذه النشاطات إلى الأطراف. أنا ما أريد أخوض لك باللي صار سابقا، لأنه هو واضح للعيان هذا، ومشاهدتك هي جزء من هذا الموضوع. راح أخوض لك بالمعالجات اللي إحنا سلكناها كحكومة، إلا أنه لم تصل إلى مبتغاها لأسباب هم راح نسولف بها. أي. إحنا حقيقة عندنا ملفين، ملف الخدمات اللي هو قائم على السلف التشغيلية اللي تجي ممولة مركزيا، وملف الخطط الاستثمارية. في المحافظة يعول كثيرا على الخطط الاستثمارية لأنه مبالغها كبيرة، وحقيقة مرونة الحركة بها ومرونة العمل بها تكون أعلى، قوانينها تكون أفضل وأكثر مرونة، اللي هي المقاولات والمشاريع. حذفنا ما قيمته 685 مليار من حزمة المشاريع والخطط السابقة، وأعدنا تحويلها إلى مشروع يسمى مشروع مجاري الحلة الكبير، واللي ما شاف النور بسبب عدم وجود موازنة لعام 2014 ودخولنا بخطة تقشفية لعام 2015-2016، و685 مليار اقتصاديا رقم كبير حقيقة، ناهيك عن أنه أعددنا خطة لعام 2014 لم ترى النور بسبب عدم إقرار قانون موازنة لعام 2014، تخللتها مشاريع، أنا بتقديري مشاريع نوعية، ووجودها في المحافظة يغير كثيرا من واقعها القدمي. مجموعة بالحلة من نعم بالحل المشاريع، نعم، في مركز المحافظة، أتكلم لك عن مركز المحافظة، اللي هي نقطة وخط شروع
شروعنا بالحديث نقاشنا. كل اللي ذا أتكلم عنه هو بمركز المحافظة. مجموعة من الشوارع الحولية في المحافظة يصل عددها إلى 8 شوارع رئيسية تحيط بالمدينة بشكل كامل. معمل تدوير نفايات وشبكة مياه الأمطار والصرف الصحي اللي تكلمت لك عنها. وأيضا مجموعة من النشاطات والفعاليات المهمة من استحداث شوارع جديدة وتبليط شوارع جديدة، تأهيل الشوارع القديمة اللي بها خدمة مجاري على قلتها وعلى بساطتها في المحافظة. محافظة بابل مقدومة بنسبة المجاري 5%، وتتذيل قائمة محافظات العراق. وهذه إجابة السؤال حقيقة سألناه كثيرا، تعذر إجابته من قبل الوزارة المختصة وزارة البلديات، وأيضا حتى الأمانة العامة لرئاسة وزراء. هذه مجمل الأمور أو الخطوط العامة حقيقة اللي تحركنا بها في ما يخص ملف المشاريع الاستثمارية. طيب إذا نتكلم بموضوع الاستثمارات وموضوع الحركة الاستثمارية، الاستثمار يختلف عن المشاريع الاستثمارية. الاستثمار يقصد بتمويل يكون من تمويل القطاع الخاص، ويمول تمول المشاريع من قبل القطاع الخاص لأداء خدمات عامة مقابل كلف ترجع قسم منها القطاع الخاص وقسم تروح للدولة. أيضا سعينا بهذا المكان اللي احنا قاعدين به المنتجع، مرارا وتكرارا حاولنا نعرضه كفرصة استثمارية من باب تسليط الضوء على مدينة بابل التاريخية وعمقها التاريخي، من باب استقدام فرص استثمارية جديدة، حصولنا على سواح وسائحين، ضيوف يجوك للمدينة، حركة اقتصادية تجارية، إلا أنه كل محاولاتنا باءت بالفشل بسبب موضوع إدخال محافظة بابل على لائحة التراث العالمي. لهم اللي دخلوا بابل على لائحة التراث العالمي، ولا سمحوا للحكومة المحلية أنه تحاول بإمكانياتها الذاتية. مداخل لحد الآن بابل بالتراث؟ لا لحد الآن انعرض بشهر الثاني عفوا هو انعرض 1/2، هذا أكو في التاريخ محدد عالميا أنه الملفات تنعرض به على المنظمات الدولية في هذا التاريخ، إلا أنه ما تم التصويت عليه، وراحت الفرصة باتجاه أخواننا في ذي قار. وأيضا السبب أيضا شنو ما نعرفه حقيقة. نعم يعني مداخلتك بينت هواي من المحاور اللي ينبغي أن نركز عليها، لكن اسمح لي أن أنتقل لسيد سلام حربة. يبدو عنده رؤية مختلفة مع جنابك، وشن تشوف عنده ملامح من على الأقل عدم القبول أو الرضا بواقع المدينة قبل أن نبدأ بالتسجيل. كنت سألتك قبل أن نبدأ بالبرنامج أستاذ سلام، قلت لك شلونها بابل؟ قلت لي حال الضيم حالة بالنهاية، هاي مثل ما شفتها أنت، يعني منين ولدت هذه القناعة بالنهاية؟ أنتوا كنشطاء أبناء هذه المدينة، فعلا يعني عجزت المدينة عن وجود من يداريها، من يراعيها، من يعيد ملامحها، يكونها من جديد؟ يعني 13 سنة مو هينة، لا والله أكثر من 14 سنة يعني على التغيير. العفو أستاذ حامد، يعني من 2003 ولغاية يومنا هذا، يعني تعاقبت على إدارة محافظة بابل العديد من الحكومات، لكن ما حصل مثل ما أكد أستاذ وسام، يعني كان أكو سوء بالتخطيط. طيب. وكان أكو هدر للمال العام، وبالتالي هناك العديد من المشاريع ربما هي مشاريع غير مهمة لهذه المحافظة، ربما هي يعني صرفت الأموال بهذه المشاريع، وكانت يعني ملفات الفساد يعني يعرفها القاصي والداني أن هناك يعني صفقات فساد كانت كبيرة، وبالتالي المدينة وأبنائها دفعوا ثمن. الحقيقة يعني ربما إحنا كناشطين مدنيين يعني منذ يعني 2007 و2011 يعني كنا في الشارع يعني، وكانت مطالبنا يعني وأصواتنا كانت مسموعة للجميع لتغيير واقع المدينة. المدينة تمر في يعني أبأس حالاتها، يعني عبر يعني تاريخ المدينة اللي يمتد ربما هي آلاف السنين، لم تمر المدينة بوضع بائس كما هو حاليا. يعني ما لا يوجد هناك شارع مرتب واحد، لا توجد هناك رصيف واحد بالإمكان أن يعني المواطن أن يشعر أنه هذه هي جزء من ملامح مدينة. الموضوع يعني الأزبال والأوساخ، فالشيء يعني أصبح في الظاهرة يعني رديفة لشيء اسمه محافظة بابل، علما هناك موجودة المئات من المعامل اللي تمتلكها البلدية، معامل الأسفلت، معامل يعني اللي ما يخص ترميم المدينة، وبالتالي إعطائه فلوس يعني ماكو يقولوا. هذه قضية الفلوس، يمكن كل المحافظات استلمت آلاف المليارات. هسه ذا يقعدون هسه ورقة قلم، أنا متأكد الحلة طابلها كذا مليار دولار، يعني كذا مليار دولار
وليس يعني الأموال العراقية من الدنانير العراقية، بس أنا أعتقد أنه يعني هاي الأموال كلها صرفت، وحاليا محافظة بابل هي مطلوبة لمقاولين، احنا دائما نسأل، مطلوبة للمقاولين يعني مئات المليارات من الدنانير العراقية للمقاولين، وما أعرف هي هذه أي مشاريع اللي يعني قاموا ب يعني ببنائها هؤلاء المقاولين، يعني السلطة مطلوبة بالنهاية، مطلوبة بمبالغ يعني. هو سذاك اليوم حتى تقرير مال الحكومة المركزية أنه الحكومة مطلوبة المركزية مطلوبة 7.6 مليار دولار. لا عندنا مقاولين بغداد انتحروا، يعني محنة كبيرة هذه، مقاولين ندقوا عشارين، فهي محنة محنة يجب أن تكون هناك مراجعة. إذا تسمح لي زميلي، مسموح، هو الحوار مفتوح لنا. القضية اللي كرها الدكتور، بس الاسم الكريم العفو، عماد مصطفى. عماد مصطفى استاذ عماد، ذكر الدكتور حول الخدمات داخل المدينة وتقصير البلدية. أنت حضرتك رديت عليه قلت له ربما أموال ماكو، أكو فت قضايا ما يحتاج لها أموال، يعني مثلا أضرب لك مثال، إذا تريد تمشي بشارع 40 يعني تريد تتمشى على الرصيف، الرصيف اللي هو ملك للشعب صار ملك للسيارات وأصحاب المحلات، هذا القضية ما يحتاج لها أموال تصرف الدولة حتى تجي القائم مقامية تبلغ أبو المحل شيل بضاعة تدخلها جوا، يعني لا صح يحاسب أبو المطعم اللي حاط الشواية مالت لهم الدجاج والقص مستغل الرصيف، ولا أبو الأسواق اللي حاط شو اسمه، هذه ما يحتاج لها صرف أموال، هذه يحتاج لها تطبيق قانون، يحتاج لها مسؤول بالقائم مقامية مكان ما قاعد بالغرفة ما تعد تبريد زين وياخذ اموال الشعب راتب له، يطلع يباوع ايش دا يصير بالحله، يعني اذا يجي يبلغ ابو المحل نزل سيارتك وخرها من الرصيف، انا من حقي هذا الرصيف كمواطن امشي عليه، مو صحيح استاذ اذا لا هو استاذ ما يحتاج لها مال، ما تحتاج نعم. والله هذا يستثمر استاذ وسام، هذا الموضوع بالعكس، هذا هم وارد وارد جديد مالي علينا، بس ناخذ فاصل ونرجع نجاوب. انا اعتذر، فاصل مشاهدين فضل بلق، شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدين المدى. طبعا قبل الفاصل الأستاذ أستاذ عماد أشار إلى نقطة مهمة، هذا مهمل هذا الجانب حتى في بغداد، يعني المتجاوز يتم تكريمه، يعني لا أكو بالانتخابات نجي نطي سند يعني بالنهاية نكرمه نقول له تجاوز بالموسم القادم تجاوز، مبدأ المحاسبة والمتابعة هذا مو مجاني، يعني أنتوا تبلشون بالمحاسبة فعليا، عمل لا تعتقل واحد، خاف يقول رجعنا زمن الدكتاتور والاستبداد، ولا تسجن واحد أغربة أفرض عليه جباية، يعني البسطية المتر المتجاوز عليه أسوي 200 ألف، هذا وارد للحكومة للمحافظة المحلية، أنطاني 200 عند فلوس أنا أقيم بها مشاريع، ما أنطاني فلوس أسجنه، شو تقول؟ نعم أو أستاذ، هو ما يقال كثير يعني إيه؟ والمقترحات كثيرة، ولكن أنت كمسؤول تنفيذي تحكمك مجموعة من القوانين، إذا تحيد عن هذه القوانين تعرض نفسك إلى المساءلة. المتجاوز مجموعة التشريعات الأخيرة اللي سنت أنطت شرعا للمتجاوزين، صدرت قوانين أنطت الحق الناس وضع اليد على أرض الدولة وتمليكها إليه، هو متجاوز. هاي قوانين له قرارات، قوانين أو قرارات اكتسبت الصفة القطعية واكتسبت صفة التنفيذ، أنطت قرارات أخرى المتجاوز تعوض مالا، هو قاعد متجاوز، هو عنوانه متجاوز، هو دا يقول هو متجاوز، متجاوز على شنو؟ أكيد متجاوز على الحق، يعوض بالمال حتى يرفع التجاوز مالته، يعني أنا أنطي فلوس بس حتى يشيل التجاوز مالته، وهذه أيضا مشرعة بقوانين وقرارات. القوة التنفيذية بسبب موضوع فصل السلطات، يعني إحنا القرار القانون 154 هذا اللي ينطي الحق الحقية لمدراء الوحدات الإدارية برفع التجاوز آنيا، وفي حالة عدم رفعه المتجاوز يتم إيداع السجن إلى حين رفع التجاوز. زين، هذا الموضوع حقيقة كان من أهم القضايا والأمور التي حافظت على أملاك الدولة وعلى مؤسسات الدولة. بس ساعتها ما معطل، لأنه موضوع لا عطل، 154 بسبب فصل السلطات عطل، يقول لك كان سابقا المحافظ أو قائم مقام أو مدير الناحية يشتغل قاضي جنح، من حقه بأنه من لقى ممارسة مخلة بالذوق العام أو مخلة بموضوع ملكيات الدولة، من حقه أنه رأساً يضع اليد عليها، والمتجاوز يعني يأخذ يود على السجن. بلدية الحلة ما يحق لها رفع التجاوز بلدية الحلة؟ بالوقت الحالي يحق لها قانوناً أنه يروح الممثل القانوني يوقف مقابل القاضي، وأوجد القاضي تجاوزات بالفترة الأخيرة قبل شهرين أو 3 أشهر باشر عندنا في المحافظة، تروح تشتكي يوم قاضي تجاوزات،
ودعوة تقيم دعوة حالك حال يعني حالة حالة، في حين هي قسم من التجاوزات آنية المفروض يتم رفعها آنيا، من انتظر تجاوز لمجرد أنه جاوز يودع السجن عقوبة إلا أن يرفع تجاوزه أو يرفع تجاوزه آنيا ويحاسب محاسب بس معين. قبل شوي حكيتوا حكي حلو بالفاصل يعني قلتوا قضية التجاوز مع أحيانا يكون عدم رفعه من قبل المسؤول، لأن المسؤول هو انعكاس لهذه البيئة لهذه المجتمع. هذا موضوع آخر. لا لا, لا, لا مو موضوع آخر. هذا موضوع أكو محاباة تصير عشارية، تصير محاولات سياسية، المنطقة ذات لون محدد سياسيا لا حد يمسها لأن تمس كذا جهة. والله مسموح الحوار، خلنا نسمع من كلهم. السلام عليكم، المتحدث سيف الحسيني ناشط مدني. يعني بداية حقيقة قضية المتجاوزين يعني مادة دستورية صريحة بالدستور العراقي، ما أعرف أنا يا مادة بأنه حق المواطن بأنه يكون إلى سكن كإنسان محترم. أنتم لو موفرين يعني مجمعات سكنية وكانت عندكم مليارات من الأموال، مليارات، وأنا مسؤول عن كلامي في محافظة بابل، لو بنيتوا بيها مجمعات سكنية وبناء عمودي وما يكلف راح تسكنون الأرامل والأيتام. بناء لي مجمع مال قص وسويلم موجود على جامعة بابل قام تتغنى به محافظة بابل. الآن المواطن أصبح يعني واعي مثل ما يقول يعني مفتح باللبن والله. يعني نشوف احنا الاحتجاج خاصة في محافظة بابل، يعني محافظة بابل تختلف عن جميع المحافظات، عن بغداد شنو صار 46 جمعة احنا كشباب وكناشطين كنساء كأطفال نطالب بحقوقنا، والأستاذ وسام يدري احنا نوقف كل جمعة قبال المحافظة ونطالب محاسبة سراق المال العام بالمحافظة. هذا موضوع هذا راح نتحدث به، هذا موضوع التظاهرات يعني هذا وعي جماهيري ومدى شرعيته. طبعا هذا وعي جماهيري ايضا نسمع من الأستاذ وسام مدى شرعيته، لكن حتى اللحظة اسمح لي أنا منح فرصة للأستاذ وسام بالتأكيد للرد على مداخلتك أستاذ وسام. يعني هو يقول التبريرات اللي أقدر يعني روح الحماسة اللي عند الأخ، ويعني هي ما جت اعتباطا بصراحة، جت نتيجة حاجة ملحة يعني، إلا أنه إحنا ليس بصدد موضوع تبرير أو تسويق انتخابي. أنا جاي أتكلم لك بمواد وقوانين نافذة بالحكومة العراقية. أنا نفس الشيء حكيت نعم. بمواد دستورية. أنت تتكلم يعني أنا أسألك سؤال أنا عقل وفكر. هسه جنابك تتكلم مع النائب الأول لمحافظ بابل. زين. صح؟ يعني المحافظ. لا مو المحافظ. ما يخالف. أنت لا مو المحافظ. لا القانون يقول مو المحافظ. مو أنا أقول مو أرتجي الآن. لا بس أنت اليوم تمثل حكومة. لا في هاي الحلقة. موضوع كوني أمثل حكومة وأتكلم باسم الحكومة شيء، وكوني المحافظ وأمتلك صلاحيات المحافظ. أو أمتلك إمكانيات المحافظ شيء آخر. أنا أسأل الأخ، تعرف شنو صلاحيات النائب الأول؟ لا 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 بس اسمح لي، مو أنت لا أنت تخاطبه بصفته الشخصية، جاي تخاطبه لو تخاطبه بوصفه حكومة. وصف الحكومي. خلنا نتفق على المبدأ التالي، إنه يخاطبك بوصفك حكومة. أستاذي العزيز، لو كان أكو تقصير، التقصير يقسم على أساس المسؤولية وحجم المسؤولية. وحجم ممتلكة الحكومة من أموال مثل ما تفضلت حضرتك مليارات الدنانير. إحنا دخلنا الحكومة ممتلكنا هاي المليارات اللي جنابك ده تتكلم عنها، دخلنا منتصف عام 2013 نفذنا خطة قررتها الحكومة السابقة، وفي عام 2014 منقر قانون الموازنة ودخلنا بسنوات تقشف لـ 15 و16. هذا مو تبرير، هذا واقع حال. تسألني تقول لي أكو خلل بالأداء، أعترف أقول لك نعم أكو خلل. شنو آلية التخلص والخلاص من هذا الخلل؟ توفر عندك لازم أمرين، توفر عندك قرار وقوة قرار، وتوفر عندك أموال. أنت جنابك تريد من عندي خدمة، تريد شارع، تريد رصيف، تريد مساحة خضراء، وتريد مكان ومدينة تليق بأهلها. هذا الموضوع ما أقدر أوفرك يا أنا بالكلام، أوفرك يا بالأموال. وين الأموال؟ هذا جانب. الجانب الثاني منظومة القوانين اللي احنا من خلالها نتحرك. يعني ما معقوله انت نائب محافظ مثلا يجي يخترق القانون ويخالف قانون في سبيل يعني ينفذ فتح حاله معينه، ما نسوي يعني هذا الموضوع. موضوع المتجاوزين اللي تكلمنا عنه هذا تحكمه قوانين، مسؤولين مدراء وحدات اداريه اقاموا عليهم دعاوى ووقف متهم امام قاضي لانه رفع تجاوز. انا واحد من الناس كلمت لك قبل قليل رفعت عليه لافتات باقالتي، طالبوا باقالتي لانه رفعت تجاوز الجماهير في حينها لانه رفعت متجاوزين كانوا عندنا في مكان معين. واذا تسوي احصائيه جزء انا اكثر مسؤول رفعت تجاوزات في 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 مركز محافظه بابل وفي بقيه الاقضيه والنواحي. حتى نبتعد استاذ الموضوع استاذ العزيز الموضوع يجب استاذ أن حتى نخرج من الازمه. اكو نقطه مهمه جدا ضروري اشير لها، وهذا اشير لها في كل حلقه، يعني حتى نبتعد من شخصنه الحديث. احنا الان لا نتحدث بوصفك مسؤول عن كل ملفات
بابل، متحدث بوصفة ممثل عن حكومة تنفيذية. هذا الاستدراك جدا مهم للمشاهدين وأيضا جدا مهم لضيوفنا الحاضرين معنا. الضيوف يتحدثون بوصفة حكومة بالنهاية، ولك الحق بالرد على كل تساؤلاتهم، لك الحق بالرد على كل تحقيقاتهم وإدلاءاتهم. موضوع التراجع الخدمي يا أستاذي الجليل، في بداية حديثنا وفي مطلع أنا واحد من الناس متألم عليه كثيرا. محافظة بابل ما تستحق هذا التراجع بمستوى الخدمات، ولكن يجب أن نجلس ونتحاور بشكل ودي وعملي وموضوعي للخروج من هذه الأزمة. المواطن جزء من 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 هذه الخلل والأزمة هسه حاليا اللي موجودة بالخدمات بسبب كثرة التجاوزات. ما هي ثقافة الشارع أيضا تنعكس على موضوع الخدمة وموضوع الخدمات اللي موجودة. يعني قبل نغادر هذا الملف أكيد أكو رؤية للأستاذ سلام، وحتى أرجع لإكمال الحديث بالنهاية وإضافة شيء للحديث. أستاذ سلام، شو رؤيتك أنت؟ شو تشوف ملف التجاوزات شو نعالجه بالنهاية؟ أكون يعني أكو محاباة، أكو نوع من التماهي من قبل السلطة المحلية، بعض الأقوياء في هذه السلطة يحاولون أن يمنعون السلطة من أن تكون قوية تجاه هذا الملف وتحسم النيانة نهائيا. هو شو الرتاق يعني والوضع من 2003 ولغاية الآن؟ الشكل العام للدولة هو اللا دولة، غياب يعني غياب القانون، غياب التشريعات، وبالتالي هذه الفوضى اللي هي ربما دبت في كل مفاصل المجتمع هذه شجعت الكثيرين يعني، وبالتالي من دفع من قوى وكتل سياسية مهيمنة على القرار السياسي في المحافظات. هذه دفعت الناس إلى موضوع التجاوز. حاليا المدن العراقية قاطبة بلا استثناء، مدن غير صالحة للعيش، باعتبار أنه 70% هذه الإحصائيات الرسمية 70% بدأت تشكل بها التجاوزات. يعني مدينة الحلة معروف عنها، محافظة هاي المدينة كانت مدينة غافية على نهر على نهر الفرات، وبالتالي الطابع مالها هي طابع هاي البساتين والخضرة. حاليا هاي تمتد هسه حاليا الى حدود 10 كيلومتر من المتجاوز يعني من التجاوزات. كل البساتين وكل الاراضي سواء كانت المملوكة للدولة او حتى اللي يمتلكها المواطن هذه حاليا تم التجاوز عليها، وبدت هاي العشوائيات اللي حقيقة ما اعرف يعني نتائجها، يعني نتائجها الاجتماعية والنفسية ربما هي ستتفاقم بالمستقبل. اتصور اكو ملاحظه يعني ملاحظه، طبعا الكل متورط، كل الجهاز الاداري متورط بهذه الجريمه، وطبعا هنا يعني اكو محاباه للمواطن ودفعه بشكل. هذا اتهام مطلق يعني. يعني اتهام مطلق بدليل هسه اكو اراضي تابعه للدوله اللي هو العقود الزراعيه موجوده في اطراف المدينه، وكنا نعرفها في على طريق كربلاء عشرات الدونمات تحولت يعني بدفع من مسؤولين تحولت إلى أحياء سكنية، وأحياء ما تقدر تدخل لها ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بها، وهي ملك الدولة. مجرد أن كان مواطن هناك يعني يدفع بالسنة أجار عن الدونم حدود 3000 دينار، أصبحت يعني بين ليلة وضحاها أصبحت هذه الأرض كلها ملكه، ووزعها بطريقته الخاصة. هنا شارع عرض متر، هناك شارع عرض مترين، بالتالي المدن خربت بشكل كامل. وطبعا أنا يعني اعتبر انه هذه العمليه مقصوده، بدليل انه لم تخطو الدوله ولا اي مسؤول اي خطوه باتجاه جيد الوقوف للحد من هذه التجاوزات. جيد استاذ سلام، خلينا ننتقل للاخت. تتفقين مع هذا المستوى من الحوار والحديث يعني انه بالبدايه السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. السلام. كل عام رمضان كريم على جميع العراقيين ان شاء الله. نشطه مدنيه وسن المعموري، طبعا اتفق ويا بالموضوع. وعندي سؤال للاستاذ وسام. احنا المتجاوزين احنا بدل ما نرفعهم نعطيهم القاعه ونسوي لهم مجمع سكني ويقدر انه يقسطوا لنا اياها. هسه احنا عندنا القطعه اللي موجوده بالجمعيه مقابل الطاقه والكهرباء، هذه كانت تخليهم متجاوزين، حضراتكم تسويها منتزه، مو هذا الشيء صحيح؟ نعم. زين وين بالضبط؟ وين يم الكهرباء؟ يعني يم الكهرباء بالجمعيه اي. زين احنا العراقيين بحاله يرثى عليها، احنا حروب يعني مو مال انه نطلع ونتنزه، بدل ما تسوها منتزه ننطوها نبنيها مجمع سكني ويقعدون بيها. احنا هذه يعني هذه الكلام هذا الوردي عذرا على المفرده. اولا استعمال كونه استعمال متنزه ما ممكن استعماله سكن، يراد لها يعني كانوا ساكنين بي وانتوا يعني متجاوزين كانوا هاي ارض عائديه الى بلديه الحل. اوكي يعني اتفقوا ياك يا البلديه انطيهم اياها سوي لها مجمع سكني وخي قسطوا لك اياها. من اللي يبني يعني؟ الدوله. هسه يقول ما عندي فلوس. زين شلون عاد اسوها منتزه اذا ما عندهم فلوس؟ ها خلينا ننتقل للاستاذ وراح تعقب براحتك استاذ. هذه جزئيه مهمه.
يعني هذا بس الموضوع المايك الاخ وراح نرجع لك. الحوار سيشمل ايوه. شكرا للاستضافه اول شيء. ان شاء الله الثاني انا اساند ستوسني بنقطه معينه بس اسمك ما اعرفه. علي الخزرجي ناشط مدني. اهلا بك عين الله يخليك. المشاريع اللي هذا المشروع ممكن يطرح كمستثمر، وهذا المستثمر ممكن يكون ممكن انه بناء هذا البناء العمودي مثل ما سبقوني الاخوه بالحديث عنه، البناء العمودي كاستثمار يدخل يجي مستثمر. توافق بنيتكم الاجتماعيه على البناء العمودي؟ لو ما توافق كان ما موجود البناء العمودي. وين يعفوها نعم والفصل وين يقعدون؟ لا احنا اليوم بحوار وصارك وعشرة في عشرة صار بمدينة الصدر، تذكرون لو ما تذكرون؟ احنا اليوم استاذ احنا اليوم ناشطين ومدينة الفاتحة. وين نعوف ابويا اخوي العزيز؟ الفصل وين نقعد فوق السطح اخوي العزيز؟ ايه؟ احنا اليوم داخل حوار يعلو الى مستوى الثقافة نعم، ويعلو الى مستوى الحوار الحقيقي. ايه؟ هذا الشيء ايه؟ انا دا احدثك بهذا المستوى من الحديث. نعم انه الدوله تطلق المشاريع الاستثماريه، انه ممكن انه خلال انه 500 الف بشهر او 350 الف بشهر لمده 15 سنه راح تكون عندك اكبر مش يعني فد 50 مليون راح تساوي. هذا راح يكون هو يوفي المشروع، هذا يوفي هاي الشقه، يبقى هذا محجوز لحين تسديد المبلغ بالكامل. هاي مشروع قصته ست وسن ممكن أن يكون يعني اكمل لها. عندنا قبل شوي تحدثت حضرتك الى محور مهم زي. وهو قلت انه الخدمات، احنا الخدمات ما يختلف. قبل شوي سبقوني استاذ وسام هم اكد انه موضوع الفساد الموضوع زين. ليش من 2004 لليوم ليش ما انفتح المواضيع الفساد؟ الحكومه ليش ما طلقت هذا الباب؟ ليش ما انفتح يعني انا يوم استاذ وسام محاسبه يعني. نعم بالضبط. اكو مشاريع استثماريه وين صارت؟ ليش لحد اليوم ما قال هذا مثلا مسؤول سرق من الدوله؟ معناها اقول لك انت كذا مليار دخلت للموازنه مال بابل، وين راحت؟ نعم وين راحت استاذ وسام؟ صحيح هاي المليارات مبدا المحاسبه ليش معطل لليوم؟ هي واحد اولا احنا معنيين ايه؟ بمحاسبه منظومه ايه؟ الموظفين اللي هم تحت سلطاننا وتحت سيطرتنا زين، وكل ملف فساد ينعرض على اي مسؤول في المحافظه ملزم بفتح هذا الملف والتحقيق به وعرضه على السلطات. نعم موضوع النزاهه وموضوع هذه معنيه بها مؤسسات. يعني أنا ما من الممكن تتعوف شغلك كمسؤول تأدي في الدور معين وتروح تدور ملفات مال الفساد. أكو معنية بها هيئة النزاهة، معنية بها الرقابة المالية، مجلس معنية المحافظة بها دوائر المفتش العام وكل المجالس الرقابية سواء طيب. كانت مجلس محافظة أو مجالس أقضية ونواحي أو حتى مجلس النواب. نعم. هذه المؤسسات معنية بموضوع البحث والمحافظة على المال العام والمحاسبة المفسدين وعرض هذه الملفات على القضاء، ما احنا كمسؤولين تنفيذيين. موضوع الاستملاكات موضوع شائك، والإنسان الاختصاص اللي داخل ضمن هذا القطاع، قطاع البلدية وقطاع الأراضي وقطاع الإعمار، يعرف هذه حساسية هذا الموضوع. أولا يفترض أنه أنت أي مشروع تقدم عليه أو تشتغل به، إذا نتكلم عن موضوع تمويل المشاريع الاستثمارية يجب أن يكون العقار باسمك، الأرض اسمك لك يعني، وبالتالي لازم تستملكها. ومبالغ الاستملاكات راحت الدولة دفعت عليها مئات المليارات. أنت حتى تبني مشروع في مكان معين لازم تروح تشتري الأرض، لأنه الأرض اللي موجودة مو للدولة، مو ضروري للدولة، للأغيار، وبها حصص لأشخاص وبها، وبالتالي أنت تروح تدخل في معاملة استملاك. هذه ابتداء أولا. اثنين موضوع الاستعمال، الأرض ضمن التصاميم القطاعية والتصاميم الأساس للبلديات أكو استعمالات، وموضوع تغيير الاستعمال مو أنا اللي معني به، أكو لجنة مركزية بالأمانة العامة لرئاسة وزراء تقبل أو ترفض، ورفضت أكثر مما قبلت لكثير من الطلبات، لأنه تعتبر التصاميم القطاعية والتصاميم الأساس تعتبرها دساتير أشبه بالقوانين لا يجوز اختراقها. موضوع الاستثمار وموضوع شراء الوحدات السكنية يا أخويا في محافظة بابل ثلاث مشاريع بأقل من دقيقة حتى ننتقل لفاصل. لا هسه موجود عندنا بأبو غرق عندنا مجمع سكني. نعم. وعندنا هنايا بنهاية شارع 80 مجمع سكني، مشكلتهم ما حد يشتري، مشكلتهم هسه ما حد يشتري. أنا هسه أخذك باكر للمجمع اللي موجود بأبو غرق وبيوت على طراز، أنا والله من شفتهم انسريت بهم، جميلة جدا وعلى آخر الطراز يعني. نعم. أروح نشتري وقصد في الشهر 500 ألف. هذا شو الأسباب أسبابه موضوع ثقافة. موضوع ثقافة اللي تحدثت عنها قبل، بس إذا تسمح لي خلنا أخذ فاصل ونستكمل الحديث بعد الفاصل، لأن هذا حديث مهم متعلق بثقافة وراعي مجتمع وبنية اجتماعية اللي ينعكس على ثقافة المعمار بالنهاية وخريطة المدينة. تفضلوا بالبقاء مشاهدين.
السلام عليكم، شلون السواق اليوم؟ شلون الاسعار؟ خليني كيلو. ليش الحقه هاي؟ حقه بثلاثه. وزن لي اياها. ليش اللحم اليوم؟ اعطيني كيلو. هاي شنو الحلويات الطيبه عندكم؟ هذا شنو عصيركم طبيعي؟ شلون تحديه؟ راح اسوي الفطور اليوم؟ خير منه. احكي لنا موقف طريف صار فيك برمضان. والله لا احكي لك هاي. شلونكم؟ برمضان. هذا البرنامج برعاية شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي المدى. طبعا أعود للاستكمال الحديث عن الجزء الأخير. أنا أتمنى أنه نتجاوز ملف التجاوز المرة وملف الخدمات، تحدثنا كثيرا فيه، وخلونا نتحدث ملف الحريات. ملفكم يكونون صعب في بابل. بابل دائما تتميز باستخدام القسوة عن الحكومة مو مجتمع بابل، والسلطات المحلية دائما تفضل تجمعات بشكل عنيف. ليش هاي الأسباب؟ ليش عدم الثقة بينكم وبين الحكومة كناشطين كمتظاهرين؟ مساء الخير، سلوان لاغا ناشط مدني. أهلا بك. التظاهرات في بابل بعد أن يعني تكثفت مثل باقي أجزاء العراق الثمانة أشهر الأخيرة، هي قبلها من 2011 مستمرة. نعم. وكانت وكل الموجودين الناشطين يعرفون الخارطة المدني، الحراك المدني في الحلة معروف ما كان يتسم بهذا العنف. اليوم بعد أن تعقدت ملفات السلطة وملفات المتنفذين حقيقة هذا الموضوع مشخص. زين. بدأت الأعداد تزايد كمتظاهرين. إحنا رافعين الشعار السلمية وإحنا مع حماية ممتلكات الدولة، هذا يعني والممتلكات العامة وحماية الأرواح، وندر القوات الأمنية الواقفة هي لحمايتنا، لا بل إحنا في بابل على تنسيق عالي معهم. أكو لجنة خاصة يعني من المتظاهرين سميت لجنة الأمنية، هاي باتصال مباشر مع قيادة الشرطة في فتح الشارع الفلاني وغلق التوفير الدورية الفلانية وهكذا. هذا شيء كنا بتغيير قيادة الشرطة إحنا لاقينا فرق صراحة. اليوم إحنا نحس موضوع الحريات قد ما يعني ده نشوف اكو جزئيات فيه، بس يعني هو بمجمل القياده الامنيه للشرطه. اي طبعا احنا هذا كان واضح، كان قائد الشرطه السابق كان يضربكم. القائد الشرطه اكو حادث يعني حدثين صار قوي يعني يعني صارت يعني الى ان تدخل الجيش يالله امنوا المتظاهرين بالاعتصام الاول اللي صار بعد واستمر لمده اسبوع. نعم. الحقيقه موضوع يعني اصبح اليوم يعني محاربه الفاسدين يعني اصبح هم فريق واحنا فريق، في حين هم المفروض يلبون طلباتنا كشعب كمتظاهرين بأصواتنا اللي نرفعها بهتافاتنا. هذا الموضوع أصبحنا يعني في كل العراق طبعا نطرق على موضوع مطلب محدد طبعا دلغة. احنا حقيقة مطالبنا نعم مطالبنا في بابل، احنا كانت في بابل من النضج بحيث حددت مطالب مركزية ومطالب محلية. زي. المركزية تم رفعها بمذكرة رسمية إلى مكتب مجلس النواب. زي. ورفعت مشاريع طيب. وللحكومة المحلية بشرتها التشريعية وكذلك الموضوع المحلية. أش ما كان نائب يحكي بالمطالب؟ طبعا احنا لا، النائب يطلع بالتلفزيون ينتقد الممارسات للمتظاهرين واستخدام العنف. هم احنا عندنا اكو قيادات أمنية عندهم تصور اكو ناس تطبوا بسكاكين، هذه مشكلة طبعا. احنا اليوم في بابل يعني كان مطلبنا الرئيسي ودائما نقول عليه موضوع إقالة المحافظ. زين. في حين هاي الثمانية أشهر يعني ما يعني لا صدر يعني لا المجلس قعد اتفق على إقالة المحافظ، لا الأنكى من ذلك إنه المحافظ بالفورة الأولى للتظاهرات بدل بعض مدراء الدوائر، بعد فترة من الهدوء رجع هسه أكو مدراء دوائر رجعهم نفسهم اللي بالفورة الأولى كانوا طلعهم. هذا وحده يستحق يعني يستحق مساءلة عليه. هذا تخبط بالمسؤوليات. هو أنت اليوم من تقول يعين فلان بدل فلان هذا ما يقبل شك، هو اللي جايبه يعني قالت ربعنا نصردن خلينا نكون بصريح العبارة. فيعني هذا استخفاف حقيقة بالمتظاهرين مطالبهم. احنا نشوف من هالمستوى التفكير تجاه المتظاهرين. احنا نتوقع الحريات في خطر والحريات التعبير في خطر. احنا في بابل يعني صارت حالات طبعا، لكن بشكل عام الفكر العام للمتظاهرين انه مع السلمية وعدنا عندكم معتقلين الى الان لولا لا حقيقة ماكو معتقلين، بس زي. المشكلة انه موضوع يظل الملف العالية يعني نحن نعرف بالشرطة يتب تدبير ملف انه الاضرار بالاملاك العامة يبقى الحق العام حتى لو زي. يتنازل الشرطة والمنتسب. خلنا نسمع سربد يريد نعم. اعتقد يريد شيء يضيفه في هذا الملف. مساء الخير استاذ حامد ومساء الخير للجميع.
بصراحة الموضوع حرية التعبير والحريات في بابل، أنا وزميلي عيسى سبق ونشتغلنا فيلم عن حرية التعبير، يعني فيلم وثائقي عن الصحفيين اللي تعرضوا للضرب وأيضا الناشطين المدنيين اللي تعرضوا للضرب خلال المظاهرات. يعني هذا موضوع العنف تقريبا يرافق هذه المظاهرات، ليس فقط أمام المتظاهرين في يوم الجمعة، لا بل في منازلهم ويتحدثون عنهم كجهات أمنية وجهات أخرى أيضا دخلت على الخط. فأعتقد يعني إحنا إذا نريد نتكلم عن الحريات في بابل ليس فقط حرية التعبير، لأن عندنا نموذج روان أيضا، هذه الطفلة تعرض بيتها للحرق بعد ما تحدثت عن موضوع التظاهرات، قال صوبة احترقت، يعني يعني الأقاويل كثيرة، بس هو الحادث صار بعد ما يعني كذا. لا يعني وثقته من الموضوع انه فعلا كان، انا ما عندي يعني ما عندي تصور قانون عن الموضوع او شنو اللي وصلت الشرطة إلى، بس هذا اللي اعرف به يعني من خلال عائلته وكذا. طيب. الموضوع الاخر الحريات اللي بالمدينة، انه هذه المدينة كانت سابقا يعني اكثر مدنية للمواضع الحريات، من المحال التجارية، من النوادي الى اخره، كانت موجودة سابقا. اما اليوم ما نشوفها، يعني في 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 80 كيلو متر عنك في بغداد ممنوعة طبعا، يعني بابل ممنوع النادي الاجتماعي، هاي مدينة بابل الأثرية شنو بيها؟ بيها نادي؟ شو؟ هاي مدينة بابل، هاي منتجع بابل، ما بيها أي نادي ترفيهي. وضح لنا يعني معاني النادي، يعني النادي الاجتماعية اللي موجودة في بغداد، حتى سأل وسامي يشوفه يتطابق مع يعني بنية المجتمع، مع عادات وتقاليد المجتمع. كان في في ما اعرفك ايش تقصد انت، ايش تقصد بالنادي؟ النوادي في قبل، لا انت مو متعرف، قبل 2003 هذا المجتمع اللي تحدث عنه هو نفسه كان مجتمع مدني ومجتمع حريات وكذا، مهيئ انه اللي وصلوا بس الحل مهيئ سرمت، مهيئ 100% لان المدينه مدنيه، ناسها مدنيين، كل اللي موجودين مدنيين، بس الاسماء اللي تدير دفة الحكم بالمدينة هم بعيدين عن المدينة، فهذه مهمة، يعني هاي مهمة ما ينطوها الطابع المدني اللي هي تعرفها بال 2003، واحنا كنا أطفال كنا نعرف شنو موجودة، يمكن اللي كبار بسنة الدكتور سلام يعرف هذا الموضوع، شلون كانت مدينة بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. أستاذ وسام مبتسم مهيئ لك رد. محافظة بابل معروفة، يعني ما حاجة احنا اليوم نجي نعرفها. محافظة بابل تمتلك عدد كبير من المثقفين، من الشعراء، رسامين، فنانين، الناس اللي يمتلكون حرية فكر يعني، وهذه يعني أيضا موضوع أيضا ليس بالغريب، لأنه محافظة هي أساسا منبع للثقافة، وبالتالي هذا الطيف من الناس صعب، يعني صعب ردع حريتها، الناس تتكلم عنها. يعني ليش باب البقعة تتكلم دون عن بقية المحافظات؟ السبب هو هذا، لأنه تمتلك عدد كبير من الشعراء والأدباء والفنانين اللي مؤمن تماما بأنه حرية الفكر وحرية الرأي جزء من حقوقه اللي ما يتخلى عنه. نعم. هذا تعليل لاستفسارك وتساؤلك أنه لماذا بابل يعني هذه الفترة الطويلة. أيه. احنا حقيقة يعني اكو موضوع أنا بطبيعتي ما ميال للنقاشات السياسية، ولكن الحديث جرنا إلى هذا المكان. لا بس أنا حريص أن أسمع، أنا حريص أن أسمع منك هالمرة على الأقل. نعم. انطباعاتكم كحكومة حلية للمتظاهرين، هذا المتظاهر من نشوفه بالشاشة، إذا أنت بالمحافظة وقاعد تشوفه من الجامعة والله متفضل، بس إذا تشوفه من الشاشة هم أيضا متفضل، شو تولد عندك هذا المتظاهر؟ شو يمثل؟ أي رأي؟ أي يعني أي هوية؟ أي مجتمع؟ أنا شخصيا بداية التظاهرات كنت متفائل، يعني أزي. متفائل بأنه راح يصير تغيير حقيقي إيجابي، وصارت عندي لقاءات مع كثير من الأخوان. أخوان هو الموضوع مو موضوع شخصي. طيب. الموضوع متعلق بمنظومة القوانين اللي موجودة اللي تدير البلد. نعم. القانون اللي جاب لك نائب محافظ، خلي أتكلم عن نفسي. نعم. تروح إلى هذا القانون وتبحث في جزئياته، وهذا القانون خلق لك شخص ضعيف غير قادر على الأداء. طيب. تروح تلحظ القانون اللي جاب هذا الشخص حتى تخرج بإنسان قوي قادر، كأنه تقومه من ناحية الشهادة، من ناحية سنين الخدمة، من ناحية الموروث الوظيفي، من ناحية سمعته داخل المجتمع. هذه مو صعبة، توثق بقوانين. احنا نتكلم عن إصلاح، ماشي، ناشطين مدنيين حاليا وخلقتهم الظروف حاليا في محافظة بابل، ولكن للدورة الانتخابية اللاحقة أيضا نطلع مظاهر، احنا للي بعدها أيضا نطلع مظاهر، نغير الحكومة ونغير فلان وفلان. ليش ما نغير منظومة القوانين اللي جابت لي فلان وفلان؟ هذه القانون اللي جاب لي مثلا على سبيل الفرض نائب محافظ، خلي اتكلم عن نفسي، نائب محافظ ليس بالمستوى المطلوب، اروح اعالج القانون اللي جاب لي هذا،
وبالتالي أنا لسنوات اللاحقة أمنت نفسي وأمنت لاحقا أمنت بأنه أنا أخرج بنتاجات ناضجة ناس قادرين على أكو قذيفة وصلت منها هي شو مفردة نعم محاصصة سمعت هو هاي المشكلة نعم هي لا 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 مو قانوني يحدد هذا نائب وهذا محافظ المحاصصة تحدد هذا المفهوم تطبق السلام عذرا نعم أكو قانون أكو قانون أنا أتكلم أشوف حريص على هذا الموضوع إحنا يجب أن نحرص بأنه البلد قود قوانين لا تقود عواطف ولا أمزجة ولا تقود ظروف طارئة آنية قود قوانين قانون رقم 21 للمحافظات شو يطلب من نائب المحافظ وأبقى أنا أكرر هذا المثال حتى يكون هو شو يطلب من نائب المحافظ يكون عنده بكالوريوس ويكون عنده خدمة 10 سنوات وهذه الخدمة 10 سنوات إذا مقضيها منظمات المجتمع المدني أيضا مجزية ماكو مشكلة بيها ويكون ما عليه جنحة إيش كم شخص تحت هالعنوان هذا وش كم شخص تحت هالعنوان من الشيوعيين ليش ما صاروا عشرات الالاف لا انا اقول لك لا لا بغض النظر عن كل المسميات او من باقي الاحزاب من باقي الاحزاب ايش كم شخص تحت هالعنوان هذا ليش صار النائب الاول سين اللي انا هو جاوبني ليش هذا القانون اللي موجود قانون اللي موجود اللي جاب لك هذا الشخص يسمح بمروره خلاص انا موجود قانون استغله كحزب ككتله سياسيه قانون موجود بضعف معين استغله هذا لا الاحزاب تسمح بمروركم يقول لا القانون يسمح انت لو مستقل انا اسمح يعني جدلا خلينا نقول يقول لك حاضر هذا انا اضيف لك لشرط من الشروط هسه شوف ايش قد راح تختزل من هاي الحلقه انه نائب محافظ ما يشغل هذا المنصب اذا ما كان شاغل على اقل تقدير مدير دائره نعم شوف ايش قد راح تختزل كم الف واحد توخرهم واذا اضيف لدرجه اخرى نائب المحافظ درجه مدير عام اذا اضيف لموضوع اخر بانه ما يحتل هذا المنصب الا شخص اخذ درجه معاون مدير عام سابقا يلا اخلي نائب محافظ راح يصيرون عندك 10 أشخاص أو 20 شخص في المحافظة كل بساطة تختار لك واحد من عندهم جيد أنا أتكلم عن منظومة القوانين اللي تجيب لك مرة تجيب لك عضو مجلس محافظة ومرة تجيب لك محافظ ومرة تجيب لك شو يقول الأستاذ سلام الدكتور سلام الحقيقة يعني ربما ما أتفق مع ما أتفق يعني لأنه اللي يتحكم هسه بكل العملية السياسية ليست القوانين وإنما هو طبيعة النظام السياسي هو هي المشكلة في طبيعة النظام السياسي واللي قام على نظام المحاصصة اللي جابتها هاي الأحزاب السياسية وخاصة الإسلام السياسي اللي هو فرض شكل الخارطة السياسية هي ولذلك هاي خيبة الأمل يعني متظاهرين من 2011 ولغاية الآن لا يعني لم يجدوا آذانا صاغية ولم تكن هناك خطوة واحدة في موضوع إصلاح أو تغيير يعني يمكن احنا حتى بالنسبة للحكومة المركزية والسيد حيدر العبادي وهو وعد يعني وعد المواطنين وعد الشعب بموضوع إصلاح وتغيير حقيقي لكن كل هذا يعني حبر على ورق وكله كلام فضائي كلام هوائي لأنه طبيعة هو النظام السياسي القائم بالعراق هو نظام فاسد ولذلك يعني من يعني تظاهرات من الشهر السابع ولغاية الآن لم يتكن هناك يعني حلقة إصلاح واحدة أو خطوة واحدة باتجاه إصلاح حقيقي أو فتح ملف فساد واحد او تغيير يمكن نسحج يعني استاذ سلوان حول مطلب جماهير محافظه بابل لاقاله المحافظ او لفتح ملفات فساد او للتدقيق في موضوع يعني البيئه القانونيه او القضائيه اللي موجوده في المحافظه بس الاسلام السياسي اللي تحدث عنه استاذ الدكتور سلام هذا له جمهور له عواطف له ناس بالنهايه وهذه تجربه ديمقراطيه بالنهايه الحظوظ لمن يغلب في الشارع ولمن يغلب باصواته وبمزاجه ولمن يدرك صندوق الاقتراع بقناعاته هل صندوق الاقتراع يعطي نتيجه حقيقيه هل نتيجه صندوق الاقتراع صادقه والله شكك الديمقراطيه تعريفها البسيط الموجز هو حكم الاغلبيه وبما انه صناديق الاقتراع هي اللي تحدد لك منهم الاغلبيه اذا يكون الحكم لهم هذه هي الديمقراطيه يعني مطالبتهم اما انا مثل ما تفضل زين مع الدكتور عذرا يعني نقطة نظام مع يتفضل به الدكتور أين الخرق للقوانين البلد يعني إحنا ما ممكن نحكمه بعاطفة زين يعني أنا أجي أقول على سين سيء وجنابك تقول على سين حسن ويجي شخص يقول لا معتدل الوسط البلد يجب أن تحكمه قوانين هذا 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 الخط العام الاساسي اللي المفروض الكل يسمعه بس تواجهون جمهور عند انطباع انه تجربتكم استاذ هذه نصيحتي استاذ كانت كلامه مو شخصي استاذ وسام كلامه مو شخصي يعني دائما نبتعد عن شخصيه الاشياء بس انتم كاحزاب اسلام سياسي
لديكم عينة من الفئات الاجتماعية أيضا يعني نولد في بيئتكم الاجتماعية. يعني مو شلون؟ أنا مو على ما محسوب على الإسلام. هسا نعمة بركة ماكو مشكلة بالنهاية حتى لو كان إسلام سياسي. بالنهاية أنت تناظر مجتمع يتظاهر يقول باسم الدين باقول الحرامية. تتفق مع هذا إنه هذا يشكل نوع من أنواع الوعي الانقلاب المبكر على إرادته كناخب إسلامي لو شنو اللي يحدث؟ كيف تفسر هذا الخطاب؟ يعني إحنا هذا الموضوع أستاذ يعني الخوض فيه حقيقة يجوز هو بحد ذاته يراد لحلقة خاصة بي إلا أنه أتكلم لك لا أنت قناعاتك أتكلم لك بإيجاز أنسيه. لم يصفو تصفو سماء بين العلمانيين والإسلاميين منذ قامت هاتين المسميين يعني ما صفت لهم سمة أزيه. في كل بلدان العالم موجود هذا الصراع في العراق خصوصيته أنه اختلطت الأوراق مع بعض لا أريد قناعاتك كيف يعني تقيم تجربة الإسلاميين ما يخالف الإسلاميين مهمة ما حكموا البلد بالقوانين الإسلامية أسوة بتجارب الحكم الإسلامي اللي موجودة في كثير من البلدان بس ما عندكم أندية اجتماعية ببابل نعم ما عندكم أندية اجتماعية ببابل ممنوع يعني أنا هذه أشوفها مو القوانين تمنحها أنا إذا أي شخص يريد يأخذ موافقة بهذا الجانب باكر أوفر له سهل ما تطلب تقولوا للدين البنية الاجتماعية لا البنية الاجتماعية هي أنا من كانت الديمقراطية والحرية بالحقبة اللي يتكلم عنها أستاذ سرمد كانوا القائمين على هذا النشاط هم من ديانات معينة أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل هذولي طبعا راحوا يعني معظمهم راحوا تركوا المحافظة وراحوا إلى مكانات أخرى وبالتالي هاي الأنشطة اللي موجودة كانت تقودها طيف معين من الناس أما حاليا إذا يردون يحصلون موافقات ويأخذون موافقات نسعى لهم بهذا الاتجاه هو نشاط بلدي للعلم موجود في ما حد ينتخبك في قوانين البلدية وفي صار علماني بعد اشترد اللوم يعني بنهاية الحلقة وبنهاية الحوار اللوم فقط مو بس على المسؤول مو بس على الحكومة يعني شعب الحلة وشعب بابل يتحمل جزء من النتيجة لأنه يعني جاي نشوف ناس تطالب بالتغيير بالشارع لكن ماذا نشوف تغيير في صندوق الانتخابات يعني شنو الفائدة يطلعون كذا ألف شخص يقولون احنا نريد نغير أعضاء مجلس النواب ومن تطلع نتيجة الانتخابات قاعد نلقى حنان الفتلاوي والأسماء الأخرى فائزة طيب إما أن تكون نتائج الانتخابات مزورة وذول يزوروها ويفوزون كل انتخابات أو يكون الناخب نفسه يطالب بتغييرهم لكن يروح ينتخبهم نفسهم أترك المجال أحمد في نص دقيقة لو سمحت احنا في بلد تحكم المحاصصة وتحكم الأحزاب هاي هو القضية وثاني قضية ما ذب اللوم بس على الحكومة ذب اللوم أيضا على شعبنا لأنه يتبع دائما القادة ما عنده انتماء الأرض وحب للوطن تقصد المتصدين مو القادة يعني لا لا يعني هو الموجودين اليوم بالساحة أو القادة الموجودين أو رؤساء الكتل أكو انتماء من قبل الشعب لهؤلاء ما عندهم انتماء للأرض نصف دقيقة منحها الدكتور سلام حربة رئيس التحالف المدني رؤيتك بهذا الجانب بالنهاية أنتم كتحالف مدني فعلا عندكم بنية اجتماعية في الحلة وإذا عندكم فعلا هذه البنية يعني شو ما عندكم رصيد في الحكومة المحلية ولا في مجلس المحافظة ممكن أن يعول عليه محافظة بابل المعروفة يعني محافظة مدنية عبر تاريخها يعني عبر تاريخها احنا طبعا العراق هو للعلم يعني العراق تاريخ سياسي وليس تاريخ ديني ما عنده تاريخ ديني زين يعني احنا نختلف عن باقي البلدان أي. العراق هسه شلون ما تقول بيقعد يحكي سياسه ما يحكي دين ربما هاي ما بعد 2003 صار هذا يعني التوجه عند الناس وربما هي هذه يعني معظم الافكار هي كانت افكار وافده الى هذا المجتمع وبالتالي ظهر هذا التطرف وهذه طبعا بي اكو يعني اكو عوامل قاتله طبعا دكتور سلام نصف دقيقه لاستاذ اسامه يعني هذه الحقيقة هي تجربة تتفق مع تعريف مجتمع بابل بهذا اللي تفضل به الدكتور؟ والله أنا أكرر ما قلت قبل يعني الموضوع الديمقراطية هي حكم الأغلبية يعني. وبما أنه صناديق الاقتراع موجودة فهي اللي ممكن أنه تحدد الغلبة والحكم لمن نعم أما موضوع يعني موضوع الدين والسياسة فأني يعني من خلال منبركم وإذاعتكم حقيقة يعني نوجه ندائنا إليكم بإعادة النظر
بإعادة النظر بكل ما مر خلال هذه 13 يعني سنة. تطالب بعزل الدين عن السياسة؟ لا مو هذه الفكرة، احنا تجربة اشتغلنا بها وكان لتجربة نتاج بعد هذه 13 سنة، والنتاج حاليا هو هذا اللي نتكلم به قبل قليل. والوقت خلص يعني المفروض يعاد النظر وتهذب هذه التجربة ويعاد. وعندنا تجربة في تونس تم تغيير اسم أحد الأحزاب الإسلامية، حزب النهضة، حزب النهضة إلى حزب آخر، طبعا حزب مدني تحول مدني يعني جرد عن فكرة عن كل ممارساته عن الإسلام السياسي. لا وعن الإسلام السياسي وخرطة في جو أخذت الاسم لا. فقط إلا أنه ما مارست الحكم الإسلامي أستاذ وسام بكل تفاصيله يعني بالوقت الحالي بصراحة ما مارسينه بعد. أستاذ وسام أصلاً طبعاً نائب محافظ بابي، شكراً لحضورك إلى هذه الحلقة، أعتقد كانت مميزة بضيافتك يعني. والدكتور سلام حرب رئيس تحالف المدني الديمقراطي، شكراً لحضورك. شكراً لكم جمهورنا العزيز ضيوفنا، أيضا أساتذة ونشطاء في المجتمع المدني. شكرا لكم أيضا مشاهدي المدى على حسن متابعته والإصغاء، تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامد السيد، وتحيات فريق العمل. ألتقيكم غدا في كربلاء المقدسة إن بقينا بقية الحياة. في أمان الله.